من عرف الله أحب الله واستهدى واستغنى بهداه، من عرف الله أحب الله واستهدى واستغنى بهداه، والبشر سرى في مهجته والنور أضاء له دنيا، والنور أضاء له دنيا. من عرف الله أحب الله واستهدى واستغنى بهداه، من عرف الله أحب الله واستهدى واستغنى بهداه. حين يهدي الصبح إشراق سناه، يسكب الطل رحيقا من نداه، موقظا بالنور أجفان الحياة، الضحى من نور من والندى من فيض من، سبحت لله في العش الطيور، ترسل الأنغام عطرا في الزهور، عيشها من رزق من وهي أيضا صنع من، الرازق الله والصانع الله، الله الله هو الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أحبتي في حلقة جديدة من برنامجنا واسجد واقترب. نتحدث اليوم بإذن الله تعالى عن سجدة سورة النمل، وهي طبعا السجدة التاسعة في ترتيب المصحف الكريم. قال تعالى عن سيدنا سليمان: وتفقد الطيرة فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. إذن هذه هي آية السجدة بين يدينا اليوم في سورة النمل. واضح بأن هناك موقف بين سيدنا سليمان وبين جنوده، وهذا الهدهد الذي هو جند من جند سيدنا سليمان. وتكلمنا في الحلقة السابقة عن سيدنا سليمان وأنه كان يعلم لغة الطيور بما أنعم الله عليه من هذا العلم. بالطبع هذا علم يمتن الله تعالى على سليمان وعلى عباده بهذا العلم، بأنه يعرف أن يتكلم مع الطيور. وربما تكون هذه إشارة لنا ولكل الناس أن للحيوانات لغة، فابحثوا عنها وتعلموا لغة الحيوانات وتقربوا لأن تستفيدوا أكثر من هذه المخلوقات التي خلقها الله تعالى لكم. إذن الآية تشير على أن سيدنا سليمان تفقد الطير في يوم المهرجان الكبير لنسميه، أو العرض العسكري الكبير، عرض كل جنوده فتفقد الطير فلم يجد الهدهد بينه. سيدنا سليمان قال ما لي لا أرى الهدهد. الإنسان دائما لا يتهم غيره، يتهم نفسه إذا رأى شيء مثلا خطأ أو ناقص. شيء ناقص أو شيء خطأ لا يتهم الغير، يتهم نفسه أولا. ما لي لا أرى الهدهد، أنا لم أراه، قد يكون موجود لكن أنا ما رأيته. هذا تعليم من سيدنا سليمان. حسن الظن. نعم، حسن الظن بالآخر.
أم كان من الغائبين أو قد يكون فعلا هو الغائب، لأعذبنه عذابا شديدا. كيف بغيب عن هكذا يوم؟ هذا يوم ربما بالسنة مرة، ربما بالكذا سنة يكون مرة هذا العرض العسكري، ولم يكن موجود، مكانه واضح بأنه هو غائب. شوف سبحان الله، كأن قصص من قصص يعني كليلة ودمنة، كيف أن كل الحيوان له مكان، وهذا دليل على أن الإنسان لك مكان. فإذا غبت عن مكانك افتقد هذا العمل بغيابك. فلذلك قال لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. هون كمان منشوف نظرة جميلة بأن من غاب عن عمله ومن قصر في عمله على الرئيس في العمل أن يحاسبه، يحاسبه، يعاقبه. طبعا أولا يحاسبه، يسأله ما عذرك، ثم يجب أن يخضع للعقوبة. كل مقصر يجب أن يعاقب، لأن إذا ما عاقب المقصر فالأمور تسيب، ويوم بيقصر واحد، يوم بيقصر اثنين وثلاثة وهكذا. دكتور، هل كان يقصد أنه الذبح ليه القتل سيدنا سليمان، ولا عقاب؟ يعني لأنه حكى لعاقبنه أو لأذبحنه. نعم. فهل هاي الذبح ليه يعني القتل؟ يعني من الإسرائيليات روايات كتير أنه قال لأعذبنه، ممكن أن أنتف ريشه مثلا، أو أذبحنه، واضح ممكن يذبحه، فهو طير ولحم الطير طيب، وهذا عذاب بالنسبة للطير ولكن نعيم بالنسبة لسليمان، فهو مباح له. فبكل الأحوال فمكث غير بعيد، يعني الهدهد لم تطول غيبته وجاء فورا، فقال مباشرة، جاء بعذره أمام سليمان، يعني ما انتظر حتى سليمان يسأله، دغري أبرز عذره، يعني صاحب العذر إذا اضطر أن يتخلف عليه أن يبرز عذره فورا. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به، يعني أنا رأيت شيئا أنت لم تراه يا سليمان. هل هذه إهانة لسليمان أن طائر كالهدهد أحاط بشيء لم يحط به سليمان؟ وكلمة أحاط، أحاط بشيء يعني علم به من كل جوانبه، ومنها اسم الله تعالى المحيط الذي يحيط بكل شيء علما تعالى. قال هذا ليس عيب في سليمان، لأنه سليمان صح نبي وأوتي من كل شيء، لكن ما أوتي علوم الأولين والآخرين، ولا عنده علم الغيب، ولا عنده كل هذه الأمور قد تغيب عنه. لذلك فربما جندي من الجنود يعلم شيئا لا يراه الرئيس، فممكن أن يتصرف هو. وهذا بذكرنا لما النبي عليه الصلاة والسلام أرسل سيدنا علي إلى اليمن قاضيا، وأمره أن يحكم بالعدل، جعله قاضيا في اليمن. فسيدنا علي سأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤال ذكي، قال يا رسول الله أأحكم بينهم بالحديد المحمى كما أمرتني، أم الشاهد يرى ما لا يراه الغائب؟ يعني أنا مثل ما أنت أمرتني يا رسول الله أفعل، لما ممكن أن أشوف شيء أقدر أتصرف فيه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل الشاهد يرى ما لا يراه الغائب، يعني أنت قدر مثل ما قالوا أرسل حكيما ولا توصي. إذن ممكن اللي في موقع العمل يرى شيء ما رآه رئيس العمل ويتصرف، وهذا جائز، وعلى الرئيس العمل أن يتقبل هذا الشيء. إذن ممكن الإنسان يتصرف إذا هو بموقع العمل. فالهدهد هذا تعليم لنا كقصص، نحن مو بس قصة هدهد مع سليمان، إنما هي جندي ورئيس مرؤوس وعمل. فالمهم الهدهد قال أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. شو هذا النبأ اليقين؟ إني وجدت امرأة تملكهم، امرأة حاكمة مالكة، ملكة طبعا الروايات بتقول هي بلقيس. القرآن الكريم ما بيذكر أسماء، المهم يذكر، مو مهم الأسماء، المهم القصة ككل والعبرة والموقف. وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس. لم يكونوا يعرفوا التوحيد، ولم يكونوا يعرفوا النبوات ولا الرسالات، كانوا يعبدوا الشمس. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. بالطبع الإنسان قال لو ترك لوحده لتوصل إلى معرفة الخالق من دون أي مؤثرات. إذا بتعرفوا قصة حي بن يقظان وكيف تخيل أنه ممكن هو يهتدي إلى الإله وإلى الخالق، لكن لما بيتأثر بالجو والبيئة اللي حواليه، وكل ما بعدت الرسالات
طالت فترة الرسالات وفترة الأنبياء، فبينحرفوا الناس عن المنهج الحقيقي. إذن الهدهد استطاع أن يرى هذه المرأة وهذه المملكة، وحتى سليمان لم يكن يعلم بهذه المملكة. بالطبع أنت فيك تفكري وتسألي أنه إذا كان سليمان وملكه في فلسطين، كيف استطاع الهدهد أن يذهب من فلسطين إلى اليمن إلى سبأ ليرى هذه الملكة ويعود، ثم يرسله سليمان بالرسالة ثم يعود إلى سليمان؟ طبعا هذا أنا بحثت عنه كتير لأفهم كيف الموقف، والله أعلم، يعني حسب المفسرين بأن سليمان يومها كان في منطقة بحر العرب يعني جنوب اليمن، وكان قريب من سبأ، وكان في عرض عسكري، وكان الهدهد مع الجنود، ولكن الهدهد من ميزاته أنه نظر ثاقب، وأنه يرى ما لا يراه الإنسان، حتى يقال أنه يرى الماء تحت الأرض، ومنقاره طويل، فهو لا يأكل من سطح الأرض، هو ينبش الأرض ويأكل من تحت الأرض. فالله أعلم أن يكون هذا هو السبب، أن الهدهد رأى هؤلاء الناس يسجدون للشمس، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ من السماوات والأرض. هو متفاجئ الهدهد، يعني تفاجأ، استغرب، كيف يسجدون للشمس ويعبدون الشمس ولا يعبدون الله؟ شوف المنظار اللي نظر الهدهد، انه نظر من نفسه، هو بالنسبة له اهم شيء عنده اخراج الخبأ، لانه مهمته هو او الميزة الموجودة فيه ان يرى هذا الخبأ. فانتم قد لا ترون هذا الخبأ، ولكن الله يخرج هذا الخبأ. شو الخبأ؟ من السماوات ومن الأرض. الخبئ في السماوات قالوا المطر، حب المطر، الله يعلم حب المطر ويعلم أين ينزل المطر قبل أن ينزل. والخبئ في الأرض يعني نباتات الأرض التي ستخرج فيما بعد، أو الحشرات أو أي شيء. إذن ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبئ في السماوات والأرض؟ طيب إن مين اللي جعلهم يسجدوا؟ هذا الشيطان. الشيطان زين لهم هذه الأعمال وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. هون بقى سيدنا سليمان قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. دكتورة، إشارة للتحري من أيوة. المعلومة اللي وصلته، يعني إنه هذا منهج حياة لنا، يعني إنه الواحد بياخد معلومة مش بيحكم عليها، بده يتحرى بعدين بناء على لحظة سجدة صاد بنفس المعنى. لما سيدنا داود تسرع بالحكم، لما سمع من طرف واحد وتسرع بالحكم، إذن عليك أن تتحرى. سيدنا سليمان كان تعلم من هذا الدرس، لأنه هذاك الدرس كان مع أبوه مع داود، وهو تعلم أن يتأنى وأن يبحث وأن يتأكد ويتحقق من الأمر ثم يحاسب أو يعاقب. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. طبعا ما اتهمه أنه أنت كاذب، صدقت يعرفه صادق، لكن ما قال صدقت أم كذبت، يعني من الكاذبين. برضو هذا بعد دكتورة، برضو هذا منهج التربية مع الأطفال، يعني كيف لما يحكوا لنا خبر لازم نحكي نشوفك أنت صادق أو كاذب، حتى إنه إحنا نربي أطفالنا على الصدق، مش نبلش معهم أنت كذاب أو مش صحيح. صحيح. فهذا شوفي بعلم التربية بيقولوا لك علماء التربية، الطفل لا يعلم الكذب ولا يعرف أن يكذب، لكن لما بيتلقن الكذب من أهله أو بيتهموه بالكذب بصير بيعرف يكذب. لكن أحياناً أطفال بيحكوا لك قصص، بتقولي عم يحكي قصة مو صحيحية وما سمعها من حدا، يقولوا لك هذا من الخيال العلمي عند الطفل، هو بيتخيل فبيحكي لك من خياله، هو ما عم بيكذب، هو صادق. فأصول التربية إنك تجي مع الطفل وتصدقيه في كلامه، تقرري خطوة خطوة لتشعري بنفسه إنه هذا الكلام مو صحيح، ربما تخيل ربما تهيؤ ممكن، لكن ما تتهميه أبداً بالكذب. هذا من أساليب التربية. نعم. قال اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم. يقال أنه أعطى كتاب وأرسله إلى ملكة سبأ ووصل الكتاب. كانوا بالقبل طبعا كلهم يبعثوا الرسائل عن طريق الحمام الزاجل، فهو أيضا حمل هذه الرسالة. يقال ألقاها في حجرة بلقيس، وهي تفاجأت فجأة، وجدت أمام طير دخل من ربما من طاقة أو شيء، ووضع الكتاب وعاد. Thank you.
إذن استلمت بلقيس الكتاب فقالت: يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كتاب كريم، ليه كريم؟ قال لأن الكتاب واضح عليه هيئة الملك والغنى والترف، طبع سليمان يملك كل شيء، فمؤكد أنه كتب كتاب على صحيفة، صحيفة مؤكد مميزة راقية غالية مذهبة أو شيء يعني، حتى وجدته كريم، أو لأنها وجدت فيه بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه الكلمة ما كان أحد يعرفها، أول من قال سيدنا سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم هي آية من القرآن، الفقهاء متفقون جميعا على أن بسم الله الرحمن الرحيم هي آية من سورة النمل بهذه الآية، لكن هل هي آية من بقية السور؟ هذا سؤال. هل هي آية مثلا من سورة النمل أو سورة النحل أو أي سورة؟ هذا في خلاف بين الفقهاء. طبعا بعضهم يقول أن بسم الله الرحمن الرحيم هي آية من كل سورة، لذلك بيقولوا عدد آيات القرآن الكريم 6236 آية، 6236 آية. بعضهم يقول لا، هي فقط آية من سورة الفاتحة، وبعضهم يقول لا، هي فقط آية من سورة النمل وليست آية من أي سورة من القرآن الكريم. الإمام الشافعي يؤكد على أنها آية من كل سورة، من كل سور القرآن، في كل سورة تبدأ ببسم الله بالطبع إلا سورة واحدة، سورة التوبة، التي لا يوجد فيها بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، بالطبع هذا أمر من ملك، من نبي، من مالك الأرض، لذلك جاء أمر من عالي، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين فورا. طبعا بلقيس امرأة عاقلة حاكمة بعقل، ومدحها القرآن الكريم في هذه السورة، وهذا رفع لشأن المرأة كثير جدا، كما رأينا في قصة مريم، وهنا أيضا أنها حاكمة ومالكة وتأمر وتنهى ويطيع أمرها، وكل هذا ذكره القرآن الكريم على صيغة المدح لهذه المرأة. قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. إذن كانت تأخذ بمبدأ الشورى، وكانت تجمع مجلس الشورى أو أصحاب الحل والعقد وتسألهم وتعرض عليهم الأمر ثم تنظر بقى. لذلك قال لما أجابوها قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين. إذن كانوا يعرفوا مكانها، ونحن أصحاب قوة، قوة في السلاح، قوة في الشجاعة، وقوة في البأس، ونستطيع أن نفعل ما تريد، نحارب نحارب، نقاتل نقاتل، لا نستسلم، والأمر إليك، أنت صاحبة القرار، أنت تري ما لا نرى نحن. يقول عنها الإمام ابن كثير: بذلوا لها السمع والطاعة، وأظهروا ما عندهم من الاستطاعة، وفوضوا إليها الأمر، فكان رأيها أشد وأسد من رأيهم. قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، وكذلك يفعلون. هي عادة الملوك، إذا كان ملك وبده يجي يحاربنا فأكيد بده يجعل أعزة أهلها أذلة، وهي شأن الملوك. فأنا أقترح أنه نرسل له هدية، وبهالهدية هي منكتشف هل هو نبي أم هو ملك، فإن كان قبل الهدية فهو ملك، فحاربوه ولا تخافوا منه. هذا دليل قديش كان عنده قوة. وإن كان نبي فلا طاقة لنا بحربه، فاتبعوه. فكان رأيه عظيم، لذلك يقول قتادة: ما يرحمها الله ما أعقلها قبل إسلامها وبعد إسلامها، بهذا الرأي اللي اقترحته. بالطبع الوقت الحلقة للأسف يعني ما بيكفينا أنه نحكي بشكل مفصل عن هذه القصة، لكن الآيات تسرد القصة بأن الهدية عندما وصلت لسليمان، سليمان غضب وقال: أتمدونني بمال، فما آتاني الله خير مما آتاكم. ثم قال: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ثم قال، خاطب الملأ: يا أيها الملأ، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟
بالطبع الهدهد عندما كلم سليمان وقال أن لها عرش عظيم، فهذا دليل على أنه مملكتها عظيمة. فأراد سليمان أن يحضر عرشها إليه حتى إذا جاءت تتفاجأ بالعرش وتجده موجود. ليه؟ حتى تستسلم أكثر وتعرف أنه نبي. فإذا سيدنا سليمان سأل جنوده أو أصحاب المشورة من يستطيع أن يأتي بهذا العرش. الله عرض في هذه القصة قوة رجلين، قالوا إما الاثنين من الجان أو واحد جني والثاني إنسي. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، قبل ما تقوم من هذا مقامك أنا بقدر أحمل لك إياه وجب لك إياه. وعفريت من الجن، العفريت مو جني عادي، الجني المارد الجني القوي بسموه عفريت. والعفريت طبعا هي كلمة عربية مأخوذة من كان إذا الفارس سبق بالسباق يعني، فبيكون بعفر من خلفه ويقول عفره بالتراب فهو عفريت يعني شاطر سبق غيره. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني أسرع من البرق. من هذا الذي عنده علم من الكتاب؟ قال المفسرون هو سليمان نفسه، هو العالم هو النبي بقدرة الله تعالى. قال أو ربما يكون رجل آخر آتاه الله تعالى هذه المعجزة على يديه فأحضر هذا العرش. وللقصة بقية، ولا نملك إلا أن نودع أصدقائنا ونودع أحبابنا في هذه القصة. ويكفي أن نعلم بأن هذه الآية آية سجدة، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. أستودعكم الله أحبتي، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من عرف الله رأى الحكمة من خلق الدمعة والبسمة، من عرف الله رأى الحكمة من خلق الدمعة والبسمة، فرمى عن كاهله هما وارتاح لما يقضي مولاه، وارتاح لما يقضي مولاه. من عرف الله أحب الله واستهدى واستغنى بهدى، من عرف الله أحب الله واستهدى و...